ستيفان روستي، ممثل مصري من مشاهير نجوم سينما الأبيض والأسود المصرية، اشتهر في أدوار الشرير الظريف. وولد ستيفانو دي روستي من أم إيطالية وأب نمساوي عام 1891. كان والده سفير النمسا بالقاهرة. انفصل والده عن أمه بسبب المشاكل التي قابلت عمل الوالد الدبلوماسي، فانتقل للعيش طفلا مع والدته الإيطالية، ثم التحق بمدرسة رأس التين الابتدائية، إلى أن تزوجت والدته من رجل إيطالي آخر ليترك المنزل شابا ويلتقي صدفة بعزيز عيد الذي أعجب به لطلاقته باللغة الفرنسية والإيطالية وقدمه في فرقته. سافر إلى النمسا بحثا عن والده، ثم إلى فرنسا وألمانيا، وعمل راقصا في الملاهي الليلية، وبالمصادفة التقى بمحمد كريم الذي كان يدرس الإخراج السينمائي في ألمانيا، وتعرف على سراج منير الذي هجر الطب ليتفرغ لدراسة الفن. وقرر ستيفان روستي أن يلتحق بنفس المعهد ليدرس التمثيل دراسة أكاديمية، وعاد إلى القاهرة وتعرفت عليه المنتجة عزيزة أمير التي انبهرت بثقافته السينمائية الكبيرة، كما أسندت إليه مهمة إخراج فيلم ليلى. ومن أفلامه اللي قدمها فيلم البحر بيضحك ليه، كان عام 1928، وصاحب السعادة كشكش بيه، وسلامة في خير، وملك البترول، وفيلم أصحاب السعادة عام 1946، وفيلم حرام عليك. في سنة 1964 انطلقت إشاعة وفاته بينما كان يزور أحد أقاربه في الإسكندرية، وأقامت نقابة الممثلين حفل تأبين بعد أن صدقت الإشاعة. وفي منتصف الحفل جاء ستيفان روستي إلى مقر النقابة ليسود الذعر بين الحاضرين، وانطلقت ماري منيب ونجوى سالم وسعاد حسين في إطلاق الزغاريد فرحا بوجوده على قيد الحياة. ولكن بعد أسابيع قليلة من نفس العام توفي ستيفان روستي بالفعل، ولم يجدوا في جيبه بعد كل هذا العمر والنجاح والكفاح سوى 10 جنيهات فقط. رحل ستيفان روستي عن دنيانا، وكان آخر أفلامه حكاية نص الليل مع عماد حمدي وزيز البدراوي. وقد وصل عدد الأفلام التي شارك في تمثيلها وإخراجها والتمثيل فيها إلى 380 فيلما سينمائيا على مدى 40 عاما هي عمره الفني. لقد نجح روستي في أن يجمع بين الشر والكوميديا، وأن يصبح وحده تقريبا الشرير الكوميديان بين الأخيار، وهي البصمة الخاصة التي ظل يتفرد بها على شاشة السينما حتى اليوم، لم ينازعه فيها أحد سوى الفنان الكبير عادل أدهم. وبهنا تكون انتهت قصتنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.